لما نيجي للدرس المهم اللي احنا بنديله الاسم اللي بيسموه النيرفس سيستم، فزي ما هنشوف دلوقتي النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي في التقسيمه الاولانيه، ذا نيرفس سيستم از ديفايدد انتو سنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي اللي هو بيقولوا عليه سي ان اس، وفي البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي بي ان اس. يبقى الجهاز العصبي اتقسم جهاز عصبي مركزي سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. ايه السنترال نيرفس سيستم؟ قال لك السنترال نيرفس سيستم اللي هو المركزي اللي هو البرين المخ او الدماغ والسباينال كورد، دولت اللي بيسموهم الجهاز العصبي المركزي. نيجي بعد كده الجهاز العصبي المركزي ده دايما ربنا حميه حمايه قويه جدا لانه مهم جدا في جسم الانسان، فحاطط البرين جوه السكال جوه الجمجمه، والسباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي موجود جوه الفيرتبرال كانال. الفيرتبرال كانال اللي هي الكانال اللي جوه القناه اللي جوه الفيرتبرا اللي هو جوه الفقرات، القناه الفقاريه اللي جوه الفقرات ماشي فيها السباينال كورد، دول مهمين واي اصابه اليهم بتؤدي الى مشاكل كبيره جدا على صحه الانسان. فيبقى احنا فهمنا دلوقتي النيرفس سيستم اتقسم سنترال نيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد وبريفرال نيرفس. ايه البريفرال نيرفس سيستم؟ اللي هو الجهاز العصبي الطرفي اللي هو الاعصاب، الاعصاب اللي في جسم الانسان. عندي 12 نيرفز 12 عصب بيطلعوا من البرين، دول بيسموهم كرينيال نيرفز. طبعا بنقول بير لان في ناحيه يمين وناحيه شمال، ف12 عصب على الناحيه اليمين و12 عصب على الناحيه الشمال، وبعدين 31 بير من السباينال كورد، من السباينال كورد طالعين من السباينال كورد، دول اسمهم سباينال نيرفز. دولت الكرينيال نيرفز دول اللي طبعا بيلاقوا سكتهم بره السكال عن طريق ثقوب موجوده في الجمجمه او في السكال اسمها فورامينا، ال 12 كرينيال نيرف دولت ال 12 بير وال 31 بير اللي طالعين من السباينال كورد دول بيشكلوا لي البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. يبقى انا عندي في نيرفس سيستم از ديفايدد انتو سنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي ده متكون من البرين والسباينال كورد، والجهاز العصبي الطرفي اللي هو متكون من مجموعه الاعصاب اللي طالعه من البرين، والاعصاب اللي طالعه من البرين اسمها كرينيال نيرفز عددهم 12، والاعصاب اللي طالعه من السباينال كورد عددهم 31 31 بيرز، دول بيسموهم سباينال ايه نيرفز. خلينا نشوف الايه ده برضو نفس المنظر اهو، ادي البريفرال نيرفس سيستم ال 12 نيرف طالعين، وده ال 31 بير اوف سباينال نيرفز اهم اللي هم دول بقى ال 31 بير دولت شوف متوزعين في كل الجسم، جزء منهم رايح الابر ليم، جزء منهم رايح اللور ليم، جزء منهم بيتوزع على الترانك، جزء منهم في الرقبه، دول 31 وال 12 بير اوف كرينيال نيرفز مينلي اللي هم متوزعين على في الايه في منطقه الايه الهيد اند نيك. نيجي السنترال نيرفس سيستم للجهاز العصبي المركزي اللي هو عباره عن البرين اهو، ادي البرين جوه السكال، والسباينال كورد اللي هو ده جوه الفيرتبرال كانال، ده اللي هو الديفيجنز التقسيمه بتاع النيرفس سيستم. لكن بص لي كده السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين ده والسباينال كورد ايه وظيفته؟ قال لك ريسيفز اول سنسيشنز، يعني يستقبل كل الاحساسات. يعني انا في الم او 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 مثلا صباعي جاله كميه من الحراره زياده او نار او كهرباء او حاجه، دي بتتحرك كده، كل ده بتتحرك على الاعصاب الطرفيه توصل لحد الجهاز العصبي المركزي هنا. عشان كده يقول لك اي حاجه بتحصل في الجسم مثلا في الودن، الاذن توجع، الالم اللي في الودن يوصل لحد السنترال نيرفس سيستم، الالم الاصابع اليد او اصابع القدم كل ده يمشي في الاعصاب الطرفيه دي لحد ما يوصل للسنترال نيرفس سيستم. يبقى سنترال نيرفس سيستم وظيفته الاولانيه ريسيفز اول سنسيشن،
يستقبل كل الاحساسات. نمرة اتنين انتجريتزم، يرتب الاحساسات على حسب اهميتها. يعني وانا واقف بشوف بعناية، شايف، فشايف اللي قدامي كويس قوي، فده نوع من انواع الاحساس. وانا واقف بسمع بوداني، وداني بتوصل احساسات بالسمع لحد السنترال نيرفس سيستم. في حشرة بتقرص في رجلي او الم او اي دبوس او ابرة او حاجة بتخش بقدمي، كل دي الاحساس ده يوصل لحد السنترال نيرفس سيستم. يبقى السنترال نيرفس سيستم يستقبل الاحساسات وبعدين يرتب الاحساسات حسب اهميتها، اسمها انتجريتزم، يعني يرتب الاحساسات على حسب اهميتها، وبعدين انسند موتور اوردر تو ذا بريفرال نيرفس سيستم. يعني بعد كده لما تترتب الاحساسات يبتدي الجهاز العصبي يرد بقى، يبعت الاوامر لليد. مثلا افرض انا في حاجه حشره بتقرص في ايدي، فانا الجهاز العصبي حس ان دي خطر، يبتدي يحرك اليد الثانيه عشان تموت هذه الحشره. طبعا اللي بيختار العمل او بيختار القصه دي كلها اللي هو السنترال نيرفس سيستم. في حاجه تانية، انا واقف وبعدين بيجي في عن طريق الانف احساس بنوعيه اكل معينه، بشم نوع معين من الاكل، ابص الاقي السنترال نيرفس سيستم يبعت للغدد اللعابيه اللي موجوده في منطقه الراس والعنق ويقولها تفرز اللعاب عشان تهضم، تبتدي عمليه هضم الاكل. يبقى اللي حصل ان الجهاز العصبي المركزي اللي هو البرين والسباينال كورد ريسيفز السنسيشن، استقبل الاحساسات. نمره 2 انتجريتزم، رتبهم حسب اهميتهم. سنت ذا موتور اوردر تو ذا بريفرال نيرفس سيستم، بعت الاوامر للبريفرال نيرفس سيستم، بعتها للماسلز قال لها اتحركي موتي الحشره، يبقى ده حرك الماسلز، او حرك الجلاند خلاها تفرز الافرازات بتاعتها تهضم اكل. فهو ده اللي اختار الاجراء المناسب حسب ترتيب الاحساسات اللي خدت. دي وظيفه السنترال نيرفس سيستم. يبقى السنترال نيرفس سيستم برين وسباينال كورد، ودي وظيفته. نيجي بعد كده البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي اللي احنا اتفقنا عليهم، 12 عصب او 12 نيرف طالعين من البرين، 31 نيرف طالعين من السباينال كورد. دول وظيفتهم ايه؟ اللي فيهم اعصاب حسيه واعصاب حركيه. اعصاب الحسيه تنقل الاحساس من كل حته في الجسم توصله للسنترال نيرفس سيستم، يتحرك عليها الاحساس طق 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 كده في كل الاتجاهات توصله لحد السنترال نيرفس سيستم، او تتحرك منها او تتحرك عليها الاوامر من السنترال نيرفس سيستم لحد العضلات، لحد المسلز. يبقى هنا يبقى الخطوط دي اللي هي الاعصاب الطرفيه، يا تبقى حسيه تنقل الاحساس للسنترال نيرفس سيستم، يا تبقى حركيه تاخد الاوامر من السنترال نيرفس سيستم وتحرك بيها العضلات او تتحرك بيها الايه الجلاندز. يبقى ذا بريفرال نيرفس سيستم اللي هو 12 بير اوف كرينيال نيرف، 31 بير اوف سباينال نيرفز، ترانسميت توصل الاحساس للسنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي سي ان اس، اند كاري ذا موتور اوردرز، تاخد الموتور اوردرز تو ذا ماسل، تنقل الموتور اوردرز الاوامر الحركيه من السي ان اس من البرين والسبينال كورد تنقلها للماسل للعضلات عشان تحرك الايدين او الرجلين او اي حته، او تحركها للجلاند. ده على فكره ده النيرفس سيستم اللي احنا بنتكلم عليه البريفرال والسنترال، ده السوماتيك نيرفس سيستم. السوماتيك اللي هو بيحرك كل الجسم اراديا، ده اللي بيسموه السوماتيك نيرفس سيستم. في سيستم تاني يمكن مش مكتوب دلوقتي انما هيتاخد في شابتر تالي لده، اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده وظيفته الاساسيه اللي هو يكنترول، يعمل يوظف
الجزء اللا ارادي في جسم الانسان ده، ينظم ضربات القلب، ينظم حركات الامعاء، ينظم حاجات، ده اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم. اما الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو النيرفس سيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده السوماتيك نيرفس سيستم، حسب وظيفيا احنا بنتكلم على السوماتيك نيرفس سيستم اللي هو سنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسباينال كورد، وبريفرال نيرفس سيستم اللي هو الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز.